ما عرفت منين غنبدا، وحق الله ما عرفت منين غادي ندلع. ورسول استحملي حركه بدا حيت فخم. ايه اللي انا استحملت طلعت حامله الحمد لله. هي قبعه السوره. السلام عليكم حبايبي الاعزاز، ازر فلاتون تيكا وكوينينا الحبانينا مالي كتقام لاباس دايرو دار بحب ان شاء الله تقيم تميال على خير. يا في كنتي الفيديو هاد حل هنا بصح دوف لك احسن سيدي ربي. المهم الناس واش كتجدد على الخاطر الخاطر الخاطر، واخا واخا هي شويه بشويه. المهم انا حبابينا اش كاين هذا السكوس ادا وانت كله عاود كركلي فولكي ان شاء الله غادي نتشارك الفرحان وحتي الناس يدير ربي. المهم قبل تبدا الفيديو، المحبين والعزانين، المحبين مزيغنينا حلان، المغاربه اللي كيحبنا واللي كيموت علينا، ديروا واحد اللايك واحد البصيمه الله يحفظكم، وشجعونا والبارطاج لهذا الفيديو حيت بصح كون بزاف ديال المعلومات على هذا الشيء. مهم بزاف الفيديوهات جايين ان شاء الله اللي غادي تستافدوا منهم، غادي تكونوا غادي نوصلوا واحد الرساله انكم ما تفقدوش الامل. هذا ما كان. المهم حبايبي العزاز غادي نحاول ما امكن ندرج معكم، لان بزاف ديال الناس كيبغيو مثل هاد الفيديوهات هادو، لان اول حاجه كتكون فيهم افاده لبزاف ديال العيالات تقريبا اللي مروا من نفس التجارب ديالي. ان شاء الله غادي نشارك معكم كل شيء باذن الله. المهم بزاف الناس قالوا لي غبرتي فلاشين، علاش انا غبرت فلاشين؟ شنو هو السبب؟ شنو اللي خلاني انني نغبر هاد المده كامله؟ انا غادي نعاود لكم كل شيء بالديتاي وكل شيء بالدلائل ان شاء الله. ما عرفت منين غنبدا، وحق الله ما عرفت منين غادي ندلع. ورسول استحملي حركه بدا حيت فخم. ايه اللي استحملت الفرحه اثرت فيا، الله يدومها فرحه، ونتمنى من عند الله ربي يفرح كل 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 وحده كتمنى هذا الشيء هذا. المهم بقاو معنا في الفيديو من الاول حتى الاخر، وديما ما تنساوش لايك 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 والبارطاج. وبالنسبه للبنات اللي كيبغيو يتواصلوا معايا، لان كنلقى بزاف ديال البنات كيقولوا بغينا نهضروا معاك وتشرحي لنا اكثر، وهذا الانستغرام ديالي هو هذا اللي كنخلي لكم دائما في البدايه ديال الفيديو ديالي، وكنحط لوليان ديال الانستغرام ديالي في صندوق الوصف، يعني كتهبطوا لتحت راه كتلقاو الانستغرام كتكليكيو عليه وكيديكم نيشان عند سلطانه فلوغات، يعني نفس الاسم اللي في القناه نفس الاسم اللي كان في الانستغرام ديالي. اللي بغات تواصل معايا او الاعلانات ديالكم او اي حاجه، مرحبا بك، مرحبا مرحبا بالجميع. فوالا اليوم ان شاء الله اليوم غير، يعني فيديو ماشي بحال الفيديوهات السابقه. ان شاء الله غادي نشارك معكم الفرحه ديالي، وغادي نقول لكم بلي انا حامله للمره الثانيه الحمد لله من بعد سنين طويله. والحمد لله ربي كريم، ربي هو اللي كيرزق كل واحد. وصراحه والله تفرحت بزاف بزاف بزاف، لان انا ما متيقاش نهائيا انني حامله. ولكن غادي نشارك معكم تيست وغادي تشوفوا كل شيء ان شاء الله. صراحه كنحس براسي شويه عيانه، يعني غادي نعاود لكم على اعراض ديال الحمل. اعراض الحمل كيفاش كتحسي راكي حامله؟ كيحس بزاف ديال المشاكل كيوقعوا للمراه وهي ما عارفاش، كتلقى راسها هي حامله وكن ما عارفاش، وكل سيده كتختلف من الاخرى. شنو هما التغييرات اللي كيكونوا، شنو هو الفرق اللي كيكون ما بين سيده وسيده، يعني كل وحده وكيفاش كيكون الحمله ديالها. كاينه اللي كتنقاطع عليها الدوره الشهريه ديالها، كاينه اللي لا بحالي انا. كل واحد وكيفاش سبحان الله. يعني كتجلس عندك دوك الشهور الاولى، يعني نفس الشيء اللي كان وقع ليا في ولدي سلطان، ما كنتش عارفه حتى لقيت عندي 3 موا ديك الساعات، يعني قربت نقفلت 3 موا، يعني ماشي عرفت حتى 3 موا. وبالضبط كنت سبحان الله لقيت الخبر ديال الحمل ديالي في مارس 2017 بالضبط في عيد المرأة سبحان الله في 8 مارس. والله كانت احسن فرحه. وعاود دابا غادي نشارك معكم الفرحه بالضبط في مارس سبحان الله، يعني هذا الشيء بقدره الهيه. وكنبغي نوصل لكل وحده ما تفقديش الامل. شي الاطباء كيكونوا غير سبب، يعني كيكونوا غير سبب، ولكن الله سبحانه وتعالى هو اللي كيرزق. ما عمرك تفقدي الامل وتقولي لا ما غاديش نولاد، او لا علاش ربي حرمني. ما كيحرمك الا وكاين واحد الحاجه، واحد ضروري كاين واحد الابتلاء ربي كيبتلينا به، وكيشوف شحال هو الصبر ديالنا، واش حنا نيت غادي نصبروا على هاد الحاجه ولا لا. يعني الانسان ما يفقدش الامل،
ديما ارتقان في الجنون شحسي دي ربي اشكو ربي وحده انت اللي ترزقني كويان ما يتمناش الخاطر نص. ايوا المهم غادي نعاود ليكم بالنسبه للاعراض الحامل اللي جاوني. صراحه كنت عيانه عيانه بزاف، كنت كنحس بالدوخه، النعاس بزاف، ما عنديش الخاطر نهائيا، ما كنتش كنحمل الاضاءه، ما كنتش كنحمل التلفازه التليفون، يعني بعدت من كل شيء من السوشيال ميديا من اي حاجه. ما قادراش انني نبقى نزيد انني نعطي في اليوتيوب ولا شي حاجه، لان ديك الفتره راه كتكون صعيبه، هذه الفتره هذه بزاف كتكون صعيبه بزاف 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 بزاف. اليوم حسيت براسي انني شويه وقلت خصني نسجل فيديو ونحطو ليكم باش نشارك معكم الفرحه ديالي، وان شاء الله غادي نشارك معكم البدايه ديالي حتى ان شاء الله الولاده. ايه ان شاء الله يا ربي تبت حملي والله يرزق كل وحده الذريه الصالحه، وان شاء الله كنتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يكمل عليا ويكمل على جميع الاخوات اللي بحالي، ونتمنوا الفكاكه بخير والصوره كامله مكموله، هذا هو الاهم. صراحه الحمل صعيب والفتره اللي فيه صعيبه هي فتره ديال الثلث الاول كيكون صعيب، دابا انا في الثلث الاول صعيب صعيب بزاف، ما كتستحمليش الروائح، ما كتستحمليش الماكله، ما كتستحمليش الهضره، ما كتستحمليش الناس، ما بحالي انا دابا الماكله ما كتدخلش للدار، الخضر ما كيدخلوش للدار، بزاف ديال الحوايج يعني حتى من الاكل ديالي تغير بزاف 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 بزاف. يعني درت واحد الريجيم اللي قاتل، ما كناكلش اللحوم، الحوت، الدجاج، اي حاجه كتعلق بالمراقي ما كنبغيش ما كنبغيش صافي، يعني عايشه غيب خص مطيشه هادشي اللي كان، يعني ما توحمتش على شي حاجه اللي بزاف، توحمت على حب الملوك فقط هو اللي كنت بغيت، وما لقاش ديال المغرب، لقى ديال كوريا هو اللي لقيناه في واحد البلاصه بعيده في حي الرياض. صراحه داك المحل خاص غير ديال النساء الحوامل، يعني كتلقاي اي فاكهه واخا ماشي في الموسم ديالها، كاينه في حي الرياض بالضبط 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 اون فاس مع برج اتصالات الجديد، تما غادي تلقاوه. يعني اي وحده كاينه في الرباط هنا كتوحم على شي فاكهه ما لقاتهاش راه غادي تلقايها عندهم. المهم هادو هما الاعراض اللي جاوني، يعني العيا بزاف، ما كنقدرش نوقف، هذه وحده ما كنقدرش نوقف، ما كنقدرش نشم شي حاجه ماشي هي هذيك، وليت ما كنبغيش الهضره بزاف، ما كنبغيش نتفرج، ما كنبغيش نهز التليفون، ما كنبغيش نرد على المكالمات، صافي يعني ستريسيت ديال بصح. صافي يعني هاد الفتره هادي دوزتها في النعاس 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 النعاس، ومازال ومازال فيا النعاس صراحه، لكن الحمد لله والشكر لله اللي جات من عند الله مرحبا بها، والله يسمح لنا من الوالدين، يعني ما كيجيوش يقولوا الجنه تحت اقدام الامهات، الله يسمح لنا من والدينا والله يحفظهم لنا ويطول لنا في عمرهم. قد ما درتي مع امك ولا باك راه ما عمرك غادي توفي لهم داكشي اللي داروا ليك ابدا ابدا ابدا. يعني الحمل صعيب صعيب بزاف، وهاد المره جاني صعيب بزاف. علاش الحمل المره الثانيه ماشي هو الحمل ديال الاولى؟ يعني كيفاش شنو الفرق؟ الفرق هو انك ديك الساعه كنتي ديال راسك، يعني بوحدك ما عندكش مسؤوليه انك تنوض وتفطر ولدك وتلبسو وتدير الطواليت، تمسح ليه، دير ليه، تفعل ليه، توكلو، تشربو، توجليه ماكلتو باش يمشي للمدرسه، وخصك تجيبو، خصك، يعني صعيبه بزاف. اما ملي كتكون بوحدك يعني واخا كيجيك داك اللحام كتراد صافي، ما كتبغي بغيتي تهضر هضر، ما بغيتي تنعس صافي كتسد عليك فواحد البيت وكتنعس كترتاح صافي، يعني ما كتبغيش الصداع الفتره ديال الحمل بالخصوص الوحم، كاين اللي كيجي الوحم صعيب، انا كيجيني الوحم صعيب، وبزاف ديال البنات قالوا لي يا سلطانه راكي ضعفتي، اه ضعفي، طيحت 10 كيلو تقريبا اللي طيحت في هذه الفتره هذه، يعني القليله طيحت 10 كيلو، ورا في البدايه ديالي طيحت 10 كيلو، وقبل كنت بديت الريجيم، يعني قبل كاع كنت بديت الريجيم. غادي تسولوني شنو درتي كيفاش تحملتي عاوتاني المره الثانيه، ما والله ما تسالوني حلوف، ما تسال هادشي ديال الله سبحانه وتعالى. ايه ولكن كيكون سبب، كيكون سبب ضروري خصك دير سبب باش ربي، يعني ما تجلسيش وتستسلمي تقولي صافي هادي نهايه العالم. انا ما انا كنعطيك كوراج اختي باش انك تنوضي وتقلبي على راسك، داوي راسك، شي غير بالاعشاب، والله بالاعشاب راه حاجه بسيطه، ربي غير النيه، قدموا غير النيه ربي كيكمل، ربي كيكمل. بزاف ديال البنات عطيتهم هذه الوصفه هذه، منهم 4 نساء الحمد لله حملوا
بهاد الوصفه ديالي اللي ديجا نزلتها لكم في القناه، وغادي نعاود نطبقها كما هي في القناه باش انكم تشوفوها، باش ان اي وحده لها اجر انها تبارطاجي هاد لا فيديو هذا، بالخصوص للبنات اللي مازال يعني دوزوا 4 سنين 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10 سنين 12 عام 20 عام باقي ما ولدوش. باقي الامل اختي، ما تفقديش الامل اختي، كوني على يقين ان الله سبحانه وتعالى كل حاجه ليها وقتها. هذه والله ملي كان رجع السن تاع اللور، يعني داكشي اللي داز عليا والضغوطات، يعني لو كان ربي رزقني في داك الوقت ما كنتش غادي نتوفق مثلا، ما كنتش يعني ربي ما كيوخر شي حاجه والا فيها خير. هذه كنأكد عليها ونسطر عليها، والله العظيم كنأكد عليها وكنسطر عليها. يعني لذلك اختي او لا خويا او لا، يعني هذا خاص للبنات وخاص للرجال. الفيديو ان شاء الله اللي غادي نحط لكم ان شاء الله، ولكن ما غاديش نحط لكم دابا، من بعد هذا خصني نمشي للطبيب باش نشوف واش حامله وهادي، باش نتاكد مزيان. انا الحمد لله تاكدت بان راني حامله 100%، يعني درت التحاليل الجولي ودرت كذلك تيست، غادي نشاركها معكم وغادي نشارك. ما قدرتش انا نحيد ديك اللحظه اللي انا غادي ندير تيست، ما قدرتش انني نصور. صورت ملي بغيت ندير تيست باش نشوف، صورت ديك اللقطه، ولكن ردت الفعل ديال ماما وديال راجلي يعني كانت بزاف، كانت ماما كانت حاسه، يا كيما تحسي سبحان الله، امي كانت حاسه كتقول لي فاطمه انت راه ماشي نورمال، انت راه ماشي عاديه. كنقول لها كيفاش، كتقول لي والله حتى انت راه ماشي عاديه، راه 100% عندك شي حاجه، ما تقوليش لي راكي حامله. وفعلا اخوتي سبحان الله الاحساس ديال الام عمرها كيكذبها، وفعلا انا طلعت حامله الحمد لله. هي بغيت نشاركها معكم، والله يفرح كل محرومه يا ربي الكريم، الله يفرحكم كاملين. وان شاء الله بغيت هاد لا فيديو يكون عبره لبزاف ديال النساء، ما تفقديش الامل، ما تفقديش الامل، لان الله واحد النهار غادي يرزقك كما رزقني انا، لانني انا سنين وانا محرومه وربي سهل عليا. ما تفقديش الامل، الامل في الله سبحانه وتعالى. ورساله واحده بغيت نوصلها لبزاف ديال الناس، ما تبقاوش تضغطوا على بزاف ديال البنات اللي كتلقاوهم عندهم تاخر في الانجاب، بعدو منهم الله يجازيكم بخير، خليهم. واش ولدتي واش مازال، ولا كتقول لها فلانه ولدات فلانه حبلات فلانه، راعي ولدك الشعور ديال داك الانسان. حيت انا مريت، انا كنت كنكره شي ناس لحد الان انا باقي كنكرههم، سمعت هضره سمعت شله هضره من المقربين، من بزاف يعني، بالخصوص ديما كتكون في الجانب ديال العائله ديال الراجل، ديما كيكون عليك واحد الهجوم بواحد الطريقه في شي شكل، كتحسي بالانسان اللي باغيك، الانسان اللي ما باغيكش، الانسان اللي كيضحك عليك، الانسان اللي كيضحك لك غير في وجهك وفي ظهرك كيهضر. ما تسوقيش، لان كلشي ديال الله، ولو دوك الناس اللي رزقهم مثلا يقدر الله يقلع عليهم، يعني اي نعمه الواحد يقول نشكر عليها ربي سبحانه وتعالى ونتمنى الخير لغيري باش ربي يعطيني. قد ما بغيتي الخير للناس قد ما ربي كيعطيه لك، وقد ما قلبك صافي ربي كيرزقك. انا هاد الرساله كنوجهها لبزاف ديال الناس، حيت بزاف المراه اللي هي اللي كتشد الضغط، مع عمر الراجل هو اللي كيكونوا رجال عندهم مشاكل كيعانيوا منها، ولكن شكون اللي كياكل العصا؟ كتاكلها المراه، المراه مسكينه هي اللي كتاكل الضغط بزاف، المراه اللي كتسمع بزاف ديال الهضره خايبه. سبحان الله، هذا هو المجتمع ديالنا، هذا هو المجتمع ديالنا، يعني ماشي غير المجتمع المغربي، وانما نقولوا المجتمع العربي بصفه عامه. هذه راه باينه بصفه عامه، هذا هو المشكل اللي كنعانيو منه. ولكن الله سبحانه وتعالى رب الا بغى لك شي حاجه ربي كيعطيها لك والله العظيم. والمهم بغيتكم كاملين تهبطوا وتقولوا لي مبروك عليك السلطانه، بغيتكم كاملين تدعوا معايا الله يثبت حاملي، الله يثبت حاملي، الله يثبت حاملي، والهلا يخطيكم. وعائشه السوسية الله يصبرها والله يعوضها خير ان شاء الله. صراحه كنا بغينا تكون الفرحه تكون الفرحه ديالنا يعني كامله مكموله، ولكن ربما فيها خير وان شاء الله ربي يعوضها خير ان شاء الله باذن الله. ما بغيتش نبكي، ما بغيتش نبكيكم معايا،
بغيتكم تفرحوا معايا ان شاء الله. واخا الاخت والصديقه عائشه سوسيا فقدت، نتمنى لها خير ان شاء الله، وربي يبارك ليها في وليداتها، الله يحفظهم ليها ويبارك ليها في عمرها، وان شاء الله هي باقا صغيره باقي تولد ان شاء الله، ونفرحوا معها ان شاء الله باذن الله. ربما كان عندها ضغوطات نفسيه اللي شويه صعيبه مرات منها، كنت يعني عشت معها بزاف ديال اللحظات، والحمد لله على كل حال ربي يصبرها ربي يعوضها خير ان شاء الله، كان طير من طيور الجنه. و اش نقول لكم اللي خطيكم علينا، والله الصراحه ملي كتلقى حبابك كيفرحوا ليك وكيباركوا ليك وكيبغيوك، راه هذا هو الاهم. والله كتلقى واحد العائله سبحان الله اللي ماشي من دمك، ماشي من لحمك، ما كيعرفوك ما والو. والله كنلقاو شي رسائل بزاف في الانستغرام، الناس كيسولوا كتشطنوا عليك، شي واحد فيكم مريض كيتشطن عليك، وهذا صراحه ما عرفتش. والله الله يخطيكم نتوما، راكم العائله ديالنا الثانيه، ولا الله يخطيكم، ودعوا معايا دعوا معايا بزاف بالكماله بخير ان شاء الله، وفكك بخير ان شاء الله، والله يفرح كل محرومه. هذا الشيء اللي غادي نقول، والله اللسان يعجز عن الكلام والله العظيم. المهم كما قلت لكم صافي، حسيت براسي انني ما هياش، جبت التيست عيطت لراجل، لا ماشي عيطت ليه، كان معايا قلت ليها شنو كان شنو كان، كنحس براسي ماشي نورمال، وهذا جيب ليا التيست نديرها، وديك الساعات نشوفوا كيفاش غادي يكون القضيه. قلت حتى نشوف شا كاين، وملي عطى ملي حط ليا هذيك هو ديريكت مشى للخدمه، يعني ما عارفش راني غادي ندير التيست، ما قدرتش اصلا كنحشم انني قدامه ندير التيست، وهذا درتها والحمد لله ربي فرحني، وما شعرت حتى فيقت ماما، حيدت عليها كاش كنقولها ماما راني عامله عرفتي صافي، بغات طير ماما بالفرحه مسكينه والله امي اش كنستعملوا، بغات طير ماما بالفرحه صافي، يعني سبحان الله ملي عاد قربت تجي كتقول لي بغيت ندير لك هذه، بغيت ندير لك هذه وهذه وهذه، والحمد لله درت نفس الوصفه اللي ديجا قلتها لكم، درتها في الحماله ديالي الاولى، كنقول صافي دابا السلطان راه دخل المدرسه، انا نتوكل على الله، يعني تبارك الله دابا راه عنده 4 سنين، انا نتوكل على الله ان شاء الله نزيدو على شله، نخاوي وليدي ونعمر داري وندير الاسره ديالي حتى انا على شله، وهذا ما كان الاولاد زينه الحياه، هذا الشيء اللي كاين، والله يحفظهم لينا وربي يبارك لينا فيهم، والله يحفظ لينا ازواجنا وخوتنا وحبابنا وعائلتنا ووالدينا واللي كيبغينا اكيد. والله زعما اش نقول لكم، دابا ملي كنشوف راسي انني حامل المره الثانيه ما كنتيقش، لان سمعت بزاف ديال الهضره وشي حاجه اللي هي مستحيله انك تحمل، ولكن كنقول يعني كل شيء بيد الله، والله كل شيء بيد الله والحمد لله، الله يفرح كل محرومه يا ربي، هذا ما غادي نقول، والله الله يحفظكم لينا والله يخطيكم. هذا ما كان، المهم انا درت التيست لقيت راسي حامله، واول وحده غادي تعرف هي ماما اكيد، والمقربات ليا بزاف صحباتي عائشه السوسية، امل البلغيتي، كذلك نعيمه بنت عمتي في طنجه، اختي اكيد اختي العزيزه، اختي الغاليه حبيبه ديالي، كنقول لها الام الثانيه ديالي، وماما وبابا هادو هما المقربين كاع اللي عرفوا، وخديجه فلوغات اكيد نجمه الارغان حتى هما عارفين انني حامل، هادو اللي كاينين خلاص، وصاحبتي هيام اكيد هذيك راه التوام ديالي هي اللي خرجتني من واحد القوقعة فاش كنت مريضه، يعني الوقت اللي كنت طايحه خرجتني من، كنت في حاله اكتئاب، يعني كتعرف عليا كلشي كنعرف عليها كلشي، وصافي هادشي اللي كاين. وبغيتكم كاملين تباركوا ليا، وكنحماق عليكم والهلا يخطيكم عليا، وانتظروا الفيديو الجاي ان شاء الله باش نمشيو نشوفوا البيبي ديالنا كيفاش الامور عندي، تشوفوا اول زياره ليا للطبيب ان شاء الله باذن الله. كنهضر ما قدرتش والله ما قدرش نعبر لكم على الشعور ديالي، والله العظيم ما قدرش انني نعبر، ما عرفتش منين غنبدا، شنو قلت شنو ما قلتش، المهم الفيديو غادي يتحط كما هو بالمونتاج ولا بلا مونتاج، ما عرفتش كيف ما جا،
المهم تي الحب بشي نينو تي كيا وينينو اي نمتي دمبروك اكون تحفظ ربي اكل دي تفرحمت ان شاء الله افرتيكم ربي بخير وعلى خير قالكم السباع ان شاء الله تشكي مزداري نشكن دارون يحسن نصيدي ربي نفرح كله داح ان شاء الله نمون اكون كل يحفظ ربي. المهم الفيديو هذا راح تبارطاجينت بزاف نتفرحين اللي تورروني بغينا اشكون ان شاء الله راه ونتفسح بعدا تلاقيتي تبراتي بزاف العائلات اللي صرت الضغوط بزاف في الزوجه هذا راه خطا اجمتي مغارين حلو قرنصنت تنوريون الناس تفلم ورث السكر تاع بلاد السبعوت الخير يا حسور السكر تاع التاج كذا سورتيني تهو على شورت وروت على شورت سكرت على شورت نيت اشكو كل الخير عن هندو فصن ربحي اللي وريد وري اللي حدو فسو فكان غايدا الا انا لحباب الحزانين ايوا مره داون زاني حغيله رد قنت الفيديو ديالي شكان حسين ربي ردي دون تشارك اول زياره للطبيب باش نستنى ميلان ملي كتقالو وقت مهم زرانت بعدا غادي تشوفوا معايا الوقت اللي انا غادي ندير تيست انا غادي نحط عليكم هنايا باش طلعت ليا بانني حامله الله يفرحكم اي وحده كتمنى هاد اللحظه هادي لان هاد اللحظه هادي صراحه نبغيها لاي وحده اي حبيب وحبيبه اي وحده والله الله يفرح كل وحده والله يفرح بنت عمتي تهيايا الله يفرحها والله يفرح واحد الصديقه ديالي عائشه في مراكش في دبت اوريكا نتمنى لها تهيا الدريه الصالحه يا ربي وجميع المتتبعات ديالي جميع المحرومات اللي كيتابعوني الله يفرحكم عما قريب ما تفقديش الامل والله ما تفقديش الامل غايجي واحد النهار اللي غادي نعاود لكم القصه ديالي من البدايه حتى النهايه ان شاء الله والله كيفاش وكيفاش حتى كيفاش مريت وربي عطاني واحد الشجاعه واحد القوه ما عمرني كنت ضعيفه كيجي واحد الوقت كتكوني ضعيفه اكيد ولكن التجارب كتزيد تقويك لقدام كتزيد تزرع فيك واحد الشخصيه قويه اخرى كتزيد كتولي شغنقول لك كتولي مراه حديديه خصك تكوني مراه ونص سينا ديش كنحل قدام زوزرت فهمت هكذا ساعات النح ايوا المهم الاحباب نح وجهكم لهنا دوا في الكيد سلامت قرامس الفيديوهات ديش كان نحسن نصيبي ربي راه ونتمناه طول العمر والصحه والسلامه هذا وانت نزيح غير ديمي هذا وانت تعبر في الحب فرحان ان شاء الله سما ما تنيو يا ها ولدي ما عرفتش كي تسمع ولكن غادي تكش ندير كاش معي لون صمي ديال لونزار اوه راه اورا لا حتى هي حتى سكي يا تنيو ايوا ماما ملي كتقال فرحان مينا انت ملي كتقيد لي حكمي تسنك راه حيض يا هكتم الصبح ربي ما حملت يا تشنكر يا زهيد شلوية مي مي نيكر نيكر ما حاش ما يقاي ما ربي ما يقل حال بسم الله الفرح والخير ام اغوري والخير انا كره ذا ما حاش ما يقل حال ربي يا رزيزات نيجاتي هزيدة زريح شولا يقاسوا لي جماعة اللي بالخير يقاسوا لي الخيراتي الخيرا نياد لينكي توفات كيكي مي توفات كيكي ما حاش هي يا فرحي اللي حكى استاذ توفيق يا حسن هذا هي كان فرحي ظهري اللي كانت نواه لي شنو في هذا الناس ظهرها الناس كي غير كل سريت تقات وسريت قيس ما تغي كان صافي النعاس هي صافي نفرح اللي ميل وصل نفرح لان اللي نفرح ميل وصل نفرح أبوي ميلي نكي كرد لحيان سبحان الله أشكو كريقة تا مغارد دغي كلي تقا والنسي لما متنقطع الدورة الشهرية إلا ما موجدش إلا زعما ما درتي لي الدورة الشهرية يعني ربع شهور خمس شهور إلا ما درتي لي من الشهور أو الشهورة كاملين إلا ما متغيبة يستنقطع يعني غالين ولكن سبحان الله الشهورة الأولين كريقة تد ملي كدا تقا المهم الأمور نتي مغارينا تتسنت ملي كدا كتكون قليله يعني كتكون ورديه كحله صافي الى اخره ولكن الحمد لله ملي حسك راه حتي اصلا يمي توفات كيكي حد بينه سبحان الله لا الا نمز القند ملي كاين ما تقند وني حز القند تكاز جوزها انت كيت غالي جات نتل الرسيل ايوا لا خلاص تفرحتي كيمي الحمد لله هكاك جا هو اويلا انت تسكرت لايك دعو نتاح
شكرا عفليكم من ربي الخير. ناتك يا وينك من ربي فاطمه وكلنا مشي ولا كنا مشيت ناتني كي كون صوري طيفنا يسنك في ربي يا شوي وزيون نقولو يا جون تنجس الوالدين نسن ما توري تهلنا زيد تحربي عشمونش نتنا يطفن سروان شايش نهدور بيتنا نور الطيفنا يشنك في ربي نضل بزي ربي تبارك وتعالى كل شيء إنا إلا لنح إلا حنيت عيني إلا كل شيء إلا حنيت وغي كانت تقال ماما رنسلا دسو نسلا يميك ها إيناس مامو يدلي نسلا دسو نسلا يا يا والله ايه ايوا كل شيء ديال الله سبحانه وتعالى إنا يقال وين ربي وراسي كبير دمان الحمد لله ايوا يلا على حبيبي نوجي كنتي لهنا دو فور كي تسلم حتى الفيديو ضينا حتى الناس ديال ربي ايوا لينا نحن غك ليا صغار يا هو هو صافي ضعاف حتى يفرق ليا لا قدرت راه زلتك شي تقبي طواج نورس بالله كلشي يا ظالم مرش حلو لك دو قنت يا شور مكدو ربي نهي علينا فوراً شغايد وراً شغايد رجاب الله الدنس ايه واش بالله يعفو ربي تزري المرحلة بخير وغلاها ان شاء الله ايوا وجيه كنتي لينا السلام سيسي كوكوينيو زعويا بسي الخير الخير كل مير جانك راه دستي كامل ربي كون انت ولا كنا مشي تارونا شي كامل ربي الخير تنوري تارونا شني في ربي يا الجسم كل امين امين والدينا امين يا ربي امين كنا كل انت نتي فرقنا نجاو ربي الزمان نستر امين هادي غكاز غيلا تم غارينا ارتفرح ميدني تروان نزوج غيلا حسكرز وري اللي ونزار وري اللي نتمزين وري اللي حتى يا والو تكرت خسرتها مزين تخسرتها شكري داي لا بالا والو هو وحدي قال ربي انا خير تاتي تنكر الصاب تنكر كل شيء ربيع تمزين سنقاري داونا الخضرات كل شيء الزيت رقانا يا كل شيء نشكر ربي تجيج كل الدنيا تفالكي لي انت الزواتي لي تمنتي لي وجيكي لي كل شيء وغالا بشي امير ترقص ديك صباح لي عسنية وحق ربي بليس ترقص نكر صافي حيت سنك راح تدعي لي النبوري يمي 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 ويمي يمي ويمي 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 نحاس لي كرغينا يمي ويمي راه جيت بزاف يمي ويمي لي كرغينا ايوا الحمد لله والشكر لله اللهم لك الحمد المهم انا حبيبي لو كنت عجب ضع ضع عني داني هنا هنا تضحكنا اذا ضحكنا هنا زيا كندا حوري كان ديك الضحك راه يسمعنا يلا نجا كنت لهنا دوفو الكيد على خيرتي من سيمين لهنا دوفو الكيد سلامت قناه الفيديو الجديد ان شاء الله السلام عليكم.